من قا المويه وانت كافي نسيت ماشي نسيت قبل راه وانت شي 150 ميو 60 غار ما المشكل اللي وقع يتجلط سي سلمان يغار الله هاجر ولكن انت سجل وقتك المخططه في تقديمها لوزاره الصيد البحري الكوطا المحافظه خلال خي سلمان يمكن زي الساعه من اللي سكت عقلي غار ولا دير المنطقه ما راح حتى هي المويه وانت ما تفوتيش ماشي ما يغار تبني غار وهي هذا يوقع يجن كارثه اللي تيدير وسط المويه و هذا الشخص سي حسين حد الاختيار يوضح لنا لان غاسي يجمع القيمه غادي يقدموا شكرا جبني اليوسينسكي سكي صار غادي يدو باش تسيدي عام كي تصاوب كاري كلشي خدا تاع بزاف سي ساكي بكره جيتي نسيدي عام واقع الغوص غيجيب كلشي باش واقع الشغل المروري الموقع الأوزيكان يبدو تصاليو بزاعي ومن خلال القراءة السيسية للشيكة ديالين بالحال ولا الموقع عويتين ديز الموقع يعني جمويين يعني جميزان طبيعي من ناحية الرياح اللي تسنس كبار هذه تيرا مكوري بديها يكد سيد ديالس كمسو يجي دارا وديجي عراو إذن حالية ثالثين يعني تقبر عقل ولكن بطبيعة تقدر الشريس لأن صديق حساباتي بزاف تيبس علي لأن عوادي نجم راس المال من تذكر الاستثمار تعيش السيد المجموعي إذا البنية التحتية ضرورة تايتي تايتي دربينا كي جاني كيما الشريس 2014 بأن مملا يفضل الوجود رغم ذلك نشني نلقم شي انا ضعيف السن نراسل جميع المسؤولين الوطنيين المسؤولين المحليين خمانيا نسال اذن واش مانيا تصح يتجاوب ونوفي حد غاشي نجاوب وبين من بينهم نراسل ودان الجهه اللي ودان البلديه اللي تعتبر بلديه اجن اداره مسؤوله محليه وخلقا شي حكومه محليه نتجا اولى غاسير الخبر تقسيم الميناء نقد الجهه وكل شيء تهرب باش نكسر بصراحه زي الاسئله في نفس الوقت نتجه شنو نغا مسؤول الاقليم هو نرصد المشاكل نغار ديال المويه تقسيم الميناء انا ضد تقسيم الميناء فعلا انا غنراكم مشروع ولكن هذا زوني مكان يعني شي غامر بحال غامر الكراء اقوم نانو يكون العقد اقوم نانو بالسمه الكرائيه في نفس الوقت اكون نحسب للطبقات الكراء ان هي باقي يكون لك الحل اتخوي في ظرف 6 شهور نفاجئ بان الوكاله الحضريه الوكاله الوطنيه للموانئ رفعت دعوه جميع الولايات اللي كانت تستغل المطاعي الجمعيه وشتي الحال اللي قد تجتمع ديال الجمعيه يا اللي تجا هنا الوكاله الوطنيه وضافع خمر الدعوه 90 مليون وما وصلش نتجا كيج الحقيقه من الجمعيه اللي جات تخدم مساعده اجتماعيه دي اللي جات تيري معفيه ما تستعش غامض الدوله اللي تهتم سن جمعيات المجتمع المدني اللي نطرح الفئه الهشه اللي جات الفقيره في نفس الوقت ابدا المخططه بدات المحاكم ابدا التهديد من طرف الوكاله اطفال من هي من جا يسد مشي القراءه هندسه الهيئات بان من هي جا باش دوله خرقا ميناء ترفيهي داخل المدينة والميناء من خدمة البحرية ديال خارج المدينة المنايا اللي غتكون هو بدا ناس تيجنو عند التخطيط محكمة واخد حكم ومن بعد كبر على الإدارة كيف تلقى الحل إما غتخوي زي ما كابينات ديال الناس يستوفوا واش قوة القانون في نفس الوقت غادي يبقى بيج الميناء الطوشة الدنيا البحرية اللي غاروها دوبان لأن نشري نزرة الجيران من غداك إسبانيا نزرة المويد الغاصب واخا غيوفرين زرين وجنان يعني المسافة قليل ولكن سرعة قرر يعني بزاف نزرع الموانئ نسي انت في الميناء انا من السمانية تستعي قارو ورخ المدن سن في راح زي قد منه المال هي ميغا تقوال مش فين قارو ميك السياحة المليحة دي اغانا يري ميناء ترفيهي اغانا يري مسائل سياحية في الاقليم و
ولكن خصها ماشي هاد الناس. انا زرت في العمال اللي جا استاذ زير مويي، خصنا نزر شي نوع من الفن القوانين ومن بعد خصنا نزر انشر التسالي. مراكب السيد بالجر 27 مركب، مراكب السيد بالخط بالخيط 15 مركب، قوارب السيد التقليدي 230 قارب داخل 100. حصيلة مبيعات الموارد المصطادة من حيث الكم والقيمة في سنة 2012 و2013. سنة 2012 يمكن أبقى كاين بحضور السلطان قيمة كيدس نفاجئ تكانو العرض في الشاشة إما جانا المشروع الجديد. الجديد تسأل لي في القرار الزلمي المالية تيقرا مالية دياوية 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 دائما شي نقرصو الجهود ديال المشروع، ولكن تجاوزنا انا وزني دائما العزوفه نتسنى هذه الاغنيه نتسنى المشهوره دائما المجتمع المدني جمعيه المجتمع المدني تستحضرهم كاي مشروع لاي حاجه نزول هذه، ولكن من هي الاشياء وكس نحضر وكس نقرر ونعلم ان الله تبدي فوق الوجود. وما بالك الحصراني جا حاليا قرمويي رمي غنستنسي سرمان رمي غنستطي سرمان رمي غنستطي رشه ونشي ندير نتمنى نعاود اخوان السيام ديال البحريه الملكيه غادي يدور المويين غير البحريين، لان وين راه يجي بحريين يا جماعه؟ نتمنى غادي يدور غادي يدور البحريين ذي غادي يريني غاروما باش نشي المويين غاتنظر ما نشي ندير يمكن تلوس رش تلوس رش تلوس عباد يمكن شي رش وين دي غادي اولا ليش اقاي دي جون عضو كي جمعيه البحار عضو كي جمعيه ارباب مراكب الصيد ديجا نكسي بزاف اللقاءات ودائما نطفو الى جانب غديني ب لا لاقامه هذا المشروع داخل الميناء. وفي نفس الوقت شنو نبقى ماشي ضد تنميه المنطقه، تنميه المنطقه ما خصنا تنميه المنطقه أمو خينا الاخ منير بين عده شواطئ زي شنو ايضاح الزغاتك هو انه برار مويه كيريا من الشاطئ المنطقه يا ثاد زي الساب غاكون تاني بيرا ثاد وتستغل لحد كيريا من الشاطئ يسعى على ذلك هو انه سماكياج نسن بالبنتورانسن وغنهبو الكم من غاروبه محدودين 6 من 8 غاروبه غنهبط ازيد من 100 باخره مزاوله للقطاع مشني نبقى الله 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 ديال المسؤولين اللي كيطعيط تخباس لي بوبريزن طعيط تخباس تنسي هاد الشني بوبريزن هاد زاولن المهنه مخيم يتزاولن ابا عن جد ما تنمل اتنمل الى الاحسن ماشي الى الاسوء لذا امو خينا الاخ محمد خمس كارو المسؤولين اللي كيتجا ممكن في سيرك من الصغر او هنا تحضر لذا امو خي نبقى السيبوطاطي كيتمثل اللاين بي يوكاديس انا دائما بقارص قرار عده مشاكل كيرموي ماشي نزلو الترفيه كيرموي رموي المهنيين ماشي الترفيه الترفيه اساس نشوف كان منظم لذا مقارص رموينا اثن من غا الاحسن الاحسن يتمنى المهنيين هو ذا نخدانون بارتيان القشلة مرفهم اثنون المهنيين ماشي انا ذا نخدان كي جنت زياد دخل قبل احنا ذا نخشي في الكتا زمانية بالتالي السنداج يعني القرار انشاء الميناء الترفيهي يسيد بشكل عمودي هو الزرقات تومي ذا الشتانيتي ومشاوانا يحدث ومشوانك حتى يعني كذا سواء على الهيئات المنتخبة أو المؤسسات من الدولة وبالتالي تشجلي جبت الضمون يبغاك المهنية بيتي في الميناء الإقصاء يزني وقعا دراسة إيجين باش أخضان مكانين هذا يسكن الميناء الترفيهي مش راي بعض النقاط يعني اللوم وبدنيات المهنيين او الجمعيات اللي خدمت لك الميناء وهو الاقتصاد ميك بلان كيف خدمت الميناء وهو تسمى طفقنا بخدمة الرحال السابقين زمان هاد الزنزان
وبالتالي يعني تمشي الناس شي حاجه الاسباسي مسؤولين هنا ديك الوكاله الوطنيه ديال الموانئ وخاكم انت هذا الشيء وتفرضوا شي خرجوا يعني هذا الميدان تسمى انشطه اشفاعيه من دراجه شي وزاره الفلاحه والصيد هي داز انت يوم السردين داز نهار غدا وانت بالتالي تسمى هذا الكيف ثاني وواش ماشي زعما القيمه الرمزيه يمس يتغاد صدار الحضور يعني الميناء يعني راهم الكلمه راهم موزعين النقطه اللي استثنيت وهي تسمى الميناء بيوسيما الحاله ينس البيئه ينس الامان ديالها كان الاخرى الفراغ ديالها كاين اللي تخدم ضرائب سنويه يجي تمشي الاخ ارقام تسمى الغار عم مصر حاسب عم مصر هيم يعني وقفات الصيام وقفات الوكالة الوطنية للموارد وبالتالي يعني مش بس بزاف المساحات يعني خص النقطة الثانية خلاص السيورة من تعناها المقترحات اللي غاكون الأشكال اللي غادا تفهم مستقبلا من عنا الردود التلقيم سواء زي البلدية بصفتها تسمى ثلاث مسؤول الاول لحقاش الميثاق الجماعي اصلا باش تحط في اذن دين تبان ولا شي موافقه البلديه وتما البلديه خاص السلطه تاخذ في الوكاله ايش حاجه تقولني المهم المغرب قد سمت ما ينتزع بالقوة يسترجع بالقوة وتجي مسلم فهم القوة المهم بين القوسين نشتوي غير مصر لصلاة شي حاجة مادام وخدم ديالو كادو كذا شي قال تسمى كعب المنطقة وتجيبو زعما ويسوا يجيني كذا جنة وكذا ولكن ناس زوينين يقول لي المهم الشنقة كيكون كاعات الإعلامية كيكون مهبد مادام البلد ديال الصدام تيبدو شي شيء مادام سلطة الوصاية الصدام تيبدو شي شيء مادام شكون تيبدو شي شيء شنو كاين هذا الأمر وشكرا الشخصية الأرقام اللي ويسكا عن شيء نهائي الأرقام اللي جهود الواقع والميناء إن المية هو غبطة سوداء في إقليم حسين هو من الله هذا يسمح الدنيا هنية المكتب الوطني للصيد واصي شرح المكتب الوطني للصيد تيجي جان مشرف لو وقع من دي تسنزير بحال هذه المنزلين الصيد تقليدي من الصيد سهل من أين يتوقع شيء الأرقام اللي يدينا السي الحدودي ممكن تنموذج 4 × 5 يعني 4 دولار تنزل الأرقام اللي من عاشر تراه من غير الجبور تراه من غير الشراوي تراه من غير السميث في الموضوع يعني الأخ أمين شارك واحد المعطى اللي هو مهم وأنا عندي معطى في الاتجاه على ما أظن أنه المعطى اللي عندنا احنا في الصحافة في إطار الوطن ديالنا لهذا المشروع هذا ان جميع البحار الصيادين وشي اطار ولا جوج بناء ديال الوسيمة وشي واحد عضو في الغرفة ديال الصيد البحري يعني هما يعني اصحاب ديال هاد المبادرة يعني قدموا واحد الطلب على السلطات قدموا الملك يعني قدموا من اجل يعني من اجل تشييد واحد الميناء ترفيهي هنا في الحسيمة وعوضوه بواحد الميناء اخر يسبي على اساس انه باش يراعي فيه يعني الكم ديال المطبوط وخذوا بعين الاعتبار مجموعة ديال النقاط اللي جاتها الجمعية ومن بينهم يعني هاد الاساتذة وشكرا. انه هذا المشروع ديال الميناء الترفيهي تيتخفى هذا الشيء ديال المبادره ديال الملك في اطار اعداد وحده صوت المياه المدينه اذا الاخوان كانوا شوي واضح من وراء الزلزال اقترحت مجموعه من المشاريع الخمسين من ضمن المشاريع اللي اقترحت ذاك الوقت اقترحت الشيء ديال الميناء وكان الدراسة الوطنية للصواريخ الشراعية إلى آخره بمعنى الشيء الذي اقترح هنا في المدينة هو بعيد عن الشيء ديال المؤسسات المنتخبة من خلال الشيء ديال الإخوان البلدية ما عندها الأخبار ديالها ما عندها الأخبار وحتى الوالد ما عنده الأخبار بمعنى الملف الذي قدم إلى الملك في
في اطار من شريعه معينه تتهم لبنات الحسيمه ما عندهاش الاجراء ديال الناس في الحسيمه اللي كاينين هنايا وتتفاجئوا دابا هادشي انا قلت ديال الميناء ترفيه انتم تتفاجئوا لان المشروع مطلوب في الاخبار اذا واش غادي نديروا عمليه ثانيه كما دار الاخوان اللي قدموا لنا هذاك المشروع على اساس ان هذا المشروع غادي يقدر تنميه المدينه وغادي يدير اضافه وغادي يدير رواج اقتصادي الى اخره الى اخره بمعنى واش غادي نقدموا ولد الناس على جانب نقدموا الاخوان في 2005 هادشي ديال 2005 شي الكوارث اللي كانت تبدا هنا في الحزيمه مشاكل كانت تبدا في التقسيمات نقسموا نديروا نحلوا الطريق مدينة الى اخره الى اخره كل شويه اكثر جرأه انتم تحسن الحاصل على الاخوان قطاع الميناء هو تحسن الحاصل ديال جميع المشاريع اللي قدمت عند الملك اذا باش يعني مرضع للفساد مشاريع مهمه بالنسبه لهم احنا مشاريع مفلسه ان الاسمنت المسلح الحسيمه ولات مركز للاسمنت المسلح مشاريع مفلسه موجوده على سبيل المثال من الحسيمه لنقل المسافرين 236 مليون درهم اللي تصطاد لهذا الميناء ما كيأديش الدور ديالو كامل مشاريع مفلسه الى حد الساعه الناس مازال مسؤولين باغيين يعيشوا في الفساد اللي كاين على سبيل المثال سوق الجمله حاليا تبناه نصارى الى حد الساعه مازال ما تفتحاتش شارع الزرقطوني 21 مليون درهم الى حد الساعه راه كتشوفوا كي داير المؤدي الى الميناء ساحه محمد السادس ب 40 مليون درهم راه كتشوفوا الاخر قطاع النظافه نفس الشيء مع الشركه اللي فازت بالصفقه راه كتلعب في الحزيمه يعني الحزيمه تصدر لها اموال باهظه ولكن المردوديه الى حد الساعه ما كنشوفوش شي مردوديه الاخ منير طرق الى الموارد برسم سنه 2013 ان كاين زياده ديال 33% حوالي 100 مليون درهم لا اعتقد ان قطاع الصيد البحري بالحسيمه يدير 100 مليون درهم ساقول بجانب الاخ قيقاي ان هناك سوق سوداء خصنا نعترف الى جينا باش نكونوا نديروا يدفيد نعترفوا بان كاين ثغرات وكاين فروقات كيرتكبوها حتى اصحاب المراكب بعض اصحاب المراكب هاد الناس جايبين لنا دابا ميناء اشوفوا غير الكارثه ديال ميناء المسافرين علاش يزيدوا هاد الميناء الترفيهي الاخ محمد هضر على السياحه شنو السياحه كنهضر عليها بالمسيبه باش نكونوا واضحين الناس السياحه ما عندناش الناس اختصاصيين في السياحه إذا دخلتي من باب الحسيمة مندوبية السياحة فين هي؟ داخل عليه في كارابوريتا، الزائر الحسيمة ما عرفش حتى فين كاين مندوبية السياحة وكتهضر على السياحة السياحة هاد المسؤولين ديال الحسيمة يعطيونا واش نبغاو بهاد الإقليم واش منطقة سياحية نعرفوها، منطقة اقتصادية نعرفوها، الكارثة ديال بنس إذا كان هاد الناس اللي قدموا هاد المشاريع جلالة الملك اخص جلالة الملك ياخذ الدرس ما يقع ببارس كارثة وما يقع بعمران تجزئة سيدي عابد أن هاد الناس إلا ما غاديش نحاسبو في السجين إلا كاين محاسبة حقيقية دخلوا العمق نحاسبو العمران من نزلات الحسيمة داخل الأراضي ب 80 درهم 180 درهم قبل ما نحاسبو الناس ديال السجين وشكرا فهو فاعل اساسي فيما يتعلق بالمشروع. هؤلاء اولا قد تمكنوا للسراب ومسوا مسا خطيرا مبدئي دستوري يعتبر اسمى قانون وطني. طيب يتكلمون عن ما يسمى بميناء الطفيل. طيب نحن هذا الميناء الترفيهي، طيب قلت هذا الميناء الترفيهي واش هو في الواقع في المنطقة في الغفارية شكون اللي غيستخدم الميناء الترفيهي؟ واش هذا يعتبر في حد ذاته مشروع ديما إضافي للاقتصاد الوطني؟